دي حبة مشاعر كده خاصة، انما المشاعر التانية ان انا فخورة قوي ان مكان زي ده موجود في مصر والمشاعر دي موجودة في مصر. يعني الحاجات دي لازم الناس كلها تعرفها، لان في الوقت اللي احنا فيه وفي الازمات اللي احنا فيه وخاصة بعد الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول، بقى في الشعب المصري القيم ابتدت تختفي شوية، وابتدى البعض يدعو ان ما بقاش في حاجة فيها خير، ان انا لما اعمل حاجة يبقى عايزة المقابل بتاعها، ان ما فيش حاجة اسمها تفاني، ما فيش حاجة اسمها كل اللي بيتقبله اللي بيحصل ده حوالينا وهم. في ناس بتبدأ تخلي الشباب الصغير حتى ما يحسش بالامان في مصر. اماكن زي دي ومشاعر زي دي وناس اللي انا شايفاهم بيتفانوا، المفترض ان كل واحد يبقى عارفه، والمفترض ان هيبقى فيها اعلان اكتر من كده، دعاية اكتر من كده، زيارات اكتر من كده، باب مفتوح لزيارات اكتر من كده، عشان الشباب، انا يهمني الشباب يمكن حتى في سني يدرك ان دي فيها مصداقية. انما شاب صغير اتلخبطت عنده مشاعر كتير في الوقت اللي احنا فيه، وطلعت حاجات ضد حتى اللي اتعلمها واللي امه وابوه علموها له، لما يشوف حاجة زي كده لازم يحس ان مصر بأمان، ان هي دي بلده وان دي وطنه، وان هو ده الاساس الخير، وان الخير ما بيفرقش بين مسلم ومسيحي، بين ست وراجل، بين جنسية واحد. انت هنا بتتعامل